في أرضية هذا الميدان في عاصمة الميادين ميدان الوثبة، وعبر أيضا متابعة شاشة أبوظبي الرياضية. شكرا لهذه المؤسسة الإعلامية الكبيرة التي تنقل أحداث هذه السباقات التي تنطلق في هذا المهرجان الكبير. ينطلق الشوط العاشر في مجموعة أشواط هذا الصباح، والخاص أيضا بالأبكار المهجنات مع هذا السن، سن الثنايا، ومع التفاح التي تنطلق بالسرعة منذ بداية الانطلاق وحتى الوصول إلى خط النهاية. نسير دائما مشاهدين الأعزاء بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول. هنا تاتي الظبي على المركز الأول، سيد سالم بن حمد بن هجفة من تاتي على مقدمة هذا الشوط وعلى المركز الأول. الطيارة تحتل المركز الثاني في هذا الانطلاق، لا سيد حسن بن راشد بن حسن القفال النعيمي من ياتي بانطلاقة ايضا الطيارة، بينما ثالثا تاتي الميدية لا سيد سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي، بينما التدخلات هنا بانطلاقة ايضا الشرقية من تاتي ايضا في هذه اللحظات لتنتقل مباشرة الى المركز الثاني، لا سيد علي بن سالم البريصي المري من ياتي ايضا بانطلاقة الشرقية في هذا الانطلاق. ولكن اللي غيرت هنا، شوفوا التبادل، شوفوا ايضا تغيير هذه المراكز مع بداية هذه الانطلاقة، وهذا دليل على ان هذا الشوط حماسي ومثير للغاية سوف يكون بمشيئة الله كما تابعنا ولا قبل الاشواط الماضية. هنا المقدمة دمعة دمعة دمعة، غير الدمعة الى مقدمة هذا الشوط محمد بن عبيد بن يزرب العامري من ياتي بانطلاقة دمعة، ودمعة الناموس هنا مع الصدارة ومع المركز الاول. المركز الثاني الميدية سالم بن ضعيب بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثالث الشرقية لا سيد علي بن سالم البريسي المري من ياتي بانطلاقة الشرقية في هذا الانطلاق، بينما ننتقل الى المركز الرابع في هذا الانطلاق والتحدي المثير لدى تواجد ايضا الظبي سالم بن حمد بن سالم بن هدفة، من يقدم الظبي في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي الرائع والمثير. خامسا انطلاقة ايضا الطيارة لا سيد حسن بن راشد اليفال النعيمي، بينما التدخلات هنا بانطلاقة ايضا وتواجد الشاهنية سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري من ياتي مع انطلاقة شاهنية في المركز السادس خلال هذه اللحظات، المركز الخامس. سادسا هناك تتواجد في هذه اللحظات تاتي ايضا امر مبارك بن مرشد بن سيد الهاملي الشمري من ياتي ايضا بانطلاقه مشاهدينا الاعزاء خلال هذه اللحظات وخلال ايضا هذا التحدي الرائع والجميل. ما شاء الله ننتقل مباشره الى المركز السادس، ومن تدخلت في هذه اللحظات، من تدخلت الظبي محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيالي من ياتي بانطلاقة الظبي خلال هذه اللحظات، وهناك مشاهدينا الاعزاء من تاتي على المركز السابع في هذا الانطلاق الشرقية لا سيد علي بن سالم بن علي البريس المري، والمركز الثامن ننتقل الى الطيارة حسب الراشد القفالي النعيمي، تاسعا تاتي ايضا في هذا الانطلاق هناك امر مبارك بن مرشد بن زيد الهاملي الشمري، وعاشرا تتواجد هملولة محمد بن مبارك بن حمود المنصوري، من يقدم هملولة خلال هذه اللحظات اللي تدخلت بهذا التدخل الرائع والجميل نحو المراكز المتقدمة في هذا الانطلاق، وصلت وخذت المركز الثامن. الله يا سلام، هنا الدخول ياتي من براقه عبد الله بن صغير بن خليفه الاكتبي ياتي لينطلق مع براقه، ودخول ايضا تواقه سلطان بن حمد بن محمد الشامسي مع المركز العاشر في هذا الانطلاق والتحدي المثير لانطلاقه هذا الشوط وتبادل هذه المراكز كما تابعتوا منذ بدايه هذا الشوط. المراكز تتبادل فيما بينها البين نحو اختطاف ناموس هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. المقدمه والصدارة هناك دمعة 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 على مقدمة هذا الشوط، من تنطلق بالمركز الأول خلال هذه اللحظات محمد بن عبيد بن علي بن يزرب العامري ليقدم دمعة في هذا الانطلاق الرائع والجميل بمقدمة هذا الشوط. المركز الثاني تأتي هنا الميدية على المركز الثاني بتحركاتها الخطيرة سالم بن ضعيف بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثالث هنا انطلاقة الظبي محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الأخير لمن ياتي مع الظبي بالمركز الثالث في هذا الانطلاق، والمركز الرابع
الشاهنية لسيد سلطان بن ضاحي بن سلطان الحميري، بينما المركز الخامس هناك أيضا مشاهدينا الأعزاء تأتي أيضا بهذا الانطلاق. سلابة سلابة وصلت سلابة، أول إذاعة لسلابة، محمد بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي من يأتي بانطلاقة سلابة على المركز الخامس في هذه اللحظات. الله يا سلام، بدأت الأسماء تأتي، بدأت تنطلق في هذا الشوط، تغير من موقع إلى مركز متقدم في هذا الانطلاق. 1200 1200 1200 يا اخواني، خلاص وصلنا الى لوحة التنبيه والتحذير للمسافة المتبقية على نهاية هذا الشوط. ودمعة دمعة دمعة الناموس تأتي باستفتاح الكيلو متر الاخير هناك مع الصدارة، لتأتي ايضا سلالة المختبر مع مقدمة هذا الشوط ومع المركز الاول لا سيد محمد بن عبيد بن يزرب العامري من يأتي ايضا مع هذا الانطلاق بالمقدمة مع المركز الاول، لتنطلق بدون اي منافس، بدون اي تحركات، بدون اي اوامر، عروض تلقائيه تظهر لدى انطلاق الدمعه وتنفرد مع الامتار الاخيره. المركز الثاني المايديه سالم بن طيب بن غدير الاكتبي، بينما المركز الثالث هناك الدخول، راقبوا هذا الدخول وتابعوا هذه الاسماء، وصلت هناك ايضا قبيله راشد بن سالم بن راشد المزروعي، ولكن الله العصا قوس، العصا قوس مع دمعه، العصا قوس قادت هذا الشوط، انطلقت مع المقدمة كما كانت مع البداية هناك بصدارة هذا الشوط منذ بداية هذا الشوط، وتريد أن تقدم أيضا هذه الميزة بالقيادة منذ بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية. ما شاء الله ذكرناها، سلالة المختبر وسلالة مجد من تأتي أيضا على صدارة هذا الشوط، محمد بن عبيد بن يزرب العامري، سلام لأهالي المسعودي، سلام لأهالي المسعودي على هذا الأداء بدون أي أوامر، على فوز دمعة بالمركز الأول. مشكور يا خليفة أيضا المتابع لانطلاق الدمعة. المركز الثاني كان من نصيب جميلة راشد بن سالم المزروعي، بينما ثالثا الضبي محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي، ورابعا منتت في المركز الرابع مشاهدينا الأعزاء شقرة لسيد سعيد بن مطر بن محمد الرميثي، خامسا كان من نصيب سلابة لسيد محمد بن ناصر بن حمود بن شافي الشافي. ما شاء الله دمعة 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 صاحبة الفوز والناموس، والتي أطلقت أيضا دمعة الناموس منذ بداية الانطلاقة وحتى أيضا خط النهاية، لتعلن أيضا بناموس هذا الشوط محمد بن عبيد بن يزرب العامري، من قدم أيضا سلالة المختبر وبالتحديد مجد الذي يأتي أيضا بنوعيات تظهر منذ بداية الانطلاقة وحتى خط النهاية. وها هي دمعة انطلقت منذ البداية وحتى خط النهاية لتسجل ناموس هذا الشوط ولتهدي لأهالي المسعودي كافة مشاهدين الأعزاء. دمعة لتسجل مشاهدين الأعزاء التوقيت الأفضل في هذا الصباح. ما شاء الله محمد بن عبيد بن يزرب قدم دمعة وسجلت أفضل توقيت، 9 دقائق 18 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك دمعة على الفوز والانتصار وتسجيل أفضل توقيت في هذا الشوط. المركز الثاني كان من نصيب جميلة راشد بن سالم المزروعي، توقيت الزمني 9 دقائق 21 ثانية، جزء واحد من الثانية. بينما المركز الثالث أتت الظبي لا سيد محمد بن أحمد بن مايد الأخيلي لتسجل أيضا توقيت ثمني مقدار 9 دقائق 24 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. صلاة العرب.